لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أحمدك ربي سبحانك أحمدك ربي وكما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في حكمه ولا مناوئ له في علو شأنه هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله أما بعد أيها الإخوة الكرام نتحدث اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي معجزة الإسراء والمعراج أيها الإخوة الكرام ربنا تبارك وتعالى ذكر لنا معجزة الإسراء والمعراج في سورة تسمى سورة الإسراء فيقول تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير لكن أيها الإخوة الكرام قبل أن نتحدث عن الإسراء والمعراج لا بد أن نتحدث عن الظروف والملابسات التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قبل حادثة الإسراء والمعراج أيها الإخوة الكرام هكذا من طبيعة البشر أنه من يدعو إلى الخير يجد بعض المعارضين له هكذا ذكر ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا هذه هي سنة الله في خلقه ربنا تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن الأمم في الأمم السابقة من بين الأنبياء من كذبوا وأوذوا هكذا فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم قوبلت دعوته بالمعارضة من بعض شيوخ القبائل أو كبار سادة قريش لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلى عن دعوته وواصل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وربنا تبارك وتعالى لن يتخلى أبداً عن فاعل الخير فربنا تبارك وتعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قبل حادث الإسراء والمعراج
اشتد إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وحوصروا في شعب أبي طالب، وفرض كفار قريش حصاراً اقتصادياً وحصاراً اجتماعياً على النبي وصحابته، وحاصروهم في شعب أبي طالب حتى صار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون أوراق الشجر الناجف، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم. بعد ذلك جاء عام الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم، حينما توفي عمه أبو طالب أحد الداعمين له والذين يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس الشهر أو في نفس الأسبوع كما يقول بعض المؤرخون، أو يقول البعض الآخر في بعدها بشهرين، ماتت السيدة خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هي أيضا أحد الأركان الداعمة والمساندة والمؤيدة للنبي صلى الله عليه وسلم. حزن النبي صلى الله عليه وسلم وخرج ذاهبا إلى الطائف يدعو إلى الله تبارك وتعالى لعله يجد من يستمع إليه، لكن أهل الطائف لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل سلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم وعبيدهم حتى أدموا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لقومه وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. دعا إلى الله عز وجل أولا وقال: اللهم إني إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. هنا ربنا تبارك وتعالى يستجيب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعث إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فلما ولوا إلى قوم المدبرين قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هكذا أيد الله تبارك وتعالى بعض من الجن يستمعون إلى القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الظروف القاسية ربنا تبارك وتعالى يعد رحلة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يسرع عنه، لأن من طبيعة الإنسان أن يتأذى ويتألم حينما تقابل الإحسان بالإساءة. ربنا تبارك وتعالى يقول: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، نحن بشر، طبيعة البشر حينما أفعل خيرا أو معروف الإنسان ويقابل هذا بالإساءة أتأثر وأتأذى وأتألم، هكذا طبيعة البشر. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو بشر، لكن الله تبارك وتعالى اصطفاه: ولقد نعلم أنهم يضيق صدرك بما يقولون. هنا ربنا تبارك وتعالى أعد معجزة الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، لنعلم أنه كلما ضاق الأمر جاء الفرج، وبعد العسر يأتي اليسر، وبعد المحنة تأتي المنحة من الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، ربنا تبارك وتعالى يقول: حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إذا ربنا تبارك وتعالى أعد رحلة الإسراء والمعراج تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم وتسرية له. يقول ربنا تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ربنا تبارك وتعالى أعد هذه الرحلة للنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان، كلمة سبحان تقال حينما نرى شيئا هاما أو شيئا عظيما أو شيئا فيه معجزة، حينما ترى شيئا يسره تقول سبحان الله.
سبحان الذي أسرى بعبده أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ربنا كرم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينسب العبودية إليه. ربنا عز وجل ذكر أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية حينما قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. أيضا وصفه بالعبودية حينما قال: وإنه لما قام عبد الله يدعوه. أيضا وصفه بالعبودية في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، لأنه شرف للإنسان أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. لذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد الله ورسوله. سبحان الذي أسرى بعبده بالنبي صلى الله عليه وسلم. والسرى هو من المسير ليلا من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف في فلسطين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيضا جزء من إيمان المؤمن أن يؤمن بالمعجزات، لأن العقل لا يستطيع أن يستسيغ بأن الإنسان يسافر من مكة إلى فلسطين في ليلة ويعود، وكان في زمان السفر على الدواب والرواحل مثل الجمال والإبل وغيرها والفرس وغيرها. لذلك هي امتحان أيضا لقوة إيمان المؤمنين. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وأما الأنبياء هناك، ثم عرج به إلى السماوات العلى إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. يقول ربنا تبارك وتعالى واصفا هذه الرحلة: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ربنا تبارك وتعالى وصف هذه الرحلة في سورة الإسراء وفي سورة النجم تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له عن نفسه. كذلك هي امتحان واختبار لقوة المؤمنين. حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج لم يكتمها، ولكنه صلى الله عليه وسلم أخبر قومه بالرغم من أنه كان يعلم أنهم سينكرون هذه الرحلة، الكفار سينكرون هذه المعجزة، لكن المؤمنين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم أبو بكر الصديق حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف بيت المقدس، لأن مشركي قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بيت المقدس، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل جلاه إلى إليه فنظر إليه ووصفه، وكان كلما يقول وصفا يقول له أبو بكر الصديق صدقت، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، فقال له: أنت الصديق يا أبا بكر. أيها الإخوة الكرام، في ليلة الإسراء والمعراج فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وكانت 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خفضت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، ولكنها في الأجر والثواب 50 بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة الكرام، علينا أن نستذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أولادنا معجزاته وسيرته صلى الله عليه وسلم، لنحافظ ولنسير على نهجه وعلى طريقته حتى نفوز بالسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله وأنتم موقنون بإجابة، يغفر لكم.